تسمى سوق الفتح بلا فتح. هي مأساة، مأساة. هذا السوق فيه مأساة، دائما كنتحرقوا. ماشي ماشي انا تتشعل فيا انا العافيه، ولا كلنا كتشعل فينا العافيه. نهار كتشعل شي واحد كلنا شعلت فينا العافيه، ولكن ملي كيجي شي مسؤول كيستغل المأساة ديالنا وكيستافد منها هو، ومني كدوي ما كاينش اللي كيسمع. انا عندي مراسل لرئاسة النيابة العامة، شكاية لرئاسة النيابة العامة على المأساة ديال السوق وعلى المأساة ديالي انا. دائما كنتشردوا، ومني كتهضر مع شي مسؤول ما كيجاوبكش، ما كيعطيكش واحد جوج ثلاثة، كيقول قيد وسير. على اش غتقيد؟ ودير لي اجراء، شوف اشنو كاين. هاد السلعة جديدة اللي قال لك قديمة، وحتى البار دير الثمن، ماشي بلا ثمن، ماشي بلا فلوس، جديد دير الثمن، والبار حتى هو دير الثمن، حتى هو عنده القيمة ديالو. المحلات اللي تحرقوا ماشي ديال المتلاشية، لا جديد. الملابس الجاهزة جديدة، جديد. كاين جلابة كدير 7000 ريال، كاين تكشيطة كدير 12000، وريكي ولا كاين تكشيطة كدير 12000، كاين جلابة كدير 7000، كاين جلابة كدير 6000. ماشي مشات لينا بياسات رخاص، ما عندهمش باش يعوضونا، ما عمرهم عوضونا. هذا راه ملابس جداد. هذا راه كاين البياسة اللي كدير هنا 30000 فرنك و 40000 فرنك. هذا المحلات هادو اللي تحاربوا 10، ولكن راه كلشي محروم، كلشي محروم. 11 واحد، ولكن راه كلشي محروم. راه ما كاينش عا حنا، راه دائما راه النوبه في من، النوبه في من جات. حنا دابا كنطالبوا صاحب الجلاله باش يتدخل ويدير لنا شي حل، حيت الحل ما عندش هاد المسؤولين. هاد المسؤولين كتمشي كيقول قيد سميتك سير، كتدخل عنده كيقول لك هالاجراء هالاجراء. 2012 كنا ضمن المبادره التنميه البشريه، بقدره قادر تحولنا للتعمير بمساهمه جمعيات، بجود كاين جوج جمعيات كانوا عندنا في السوق، بالمساهمه ديالهم تم الامضاء وتم التخلي على المبادره التنميه البشريه ودزنا للتعمير. علاش ندوزو حنا للتعمير؟ حنا كنا ضمن المبادرة التنمية البشرية، وكانت 4 ملايين و 600 مليون في العمالة محطوطة ديال المبادرة التنمية البشرية في عهد تناول. وأنا مشيت ووقعنا باش صحبنا واحد التلاعب كانوا غادي يديروا به مع التناول، مع رئيس المجلس الحالي الآن، وراه كاين مسجل داكشي في الرباط، وأنا حاضر لقاعة الاجتماع داخل. حتى وقفنا ديك المهزله، ولكن هذه ما قدرتش نوقفها، داوني للحبس 8 ايام. شكون اللي ريب السوق؟ شكون اللي ريب السوق؟ شكون اللي دخل السوق وريبو وخرجونا هنا 6 سنين اطلال؟ هو السوق هذا هو الاطلال. ندخلوا ريتم خاصها 6 الملاير، هادشي اللي قالوا، قال لك خاصها 6 الملاير. منين غنجيبو لهم حنا 6 الملاير؟ واخا نجمعوا حنا 800 واحد ونخلصوا 2.5 مليون، غنجمعوا 6 الملايين. تبعت 80 محل من 1600، زادوا 1600 محل تبعت 80. شحال كان في السوق؟ شحال كان من محل في السوق؟ 721 وزايد 43 ورقة. العميل الترابي رئيس مجلس بلدي انا ذاك الترابي، في 2012 دخلنا المبادرة التنمية البشرية، وتسوات الوضعية ديال السوق، وتحطت في المبادرة التنمية البشرية 4.6 ملايين. فين مشات؟ ما تبخرت، داروا بها أسواق أخرى. الحل، الحل ماشي التعويض. الحل أش غيديروا؟ أشنا هو الحل؟ أعطيونا الحل، وحنا ماشي الحل ما غاديش نتمناو من هاد المسؤولين. حنا كناشدوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس باش يتدخل باش يشوف حل لهذا السوق اللي اكثر من 20 عام هو كيعيش في العشوائيه في البارك. السلام عليكم. عاش الملك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس
وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.